صباح الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بكم وحلقه جديده من هذا الصباح بنلتقي فيها مع حضراتكم من الان وحتى قبل العاشره بدقائق قليله على الهواء مباشره، ومجموعه من الفقرات والحوارات ليوم الاثنين. صباح الخير يا شروى. صباح الخير نرمين، وصباح الخير لكل مشاهدينا. النهارده يوم خاص جدا، يمكن النهارده مباراه مصر والسعوديه يعني ربنا يوفق ان شاء الله الفريق المصري ان شاء الله. طبعا ده بجانب كل فقراتنا لهذا الصباح. النهارده معانا موضوع مكتبه الاسكندريه بتحتفل بمرور 150 عام على افتتاح قناه السويس. ممكن هيئه قناه السويس كانت عامله احتفاليه خاصه بهذه المناسبه من خلال معرض جوال بين مصر وفرنسا. معنا حوار آخر مشاهدينا ليه برضو طابع رياضي، وإن كانت مصر ما حققتش الإنجازات اللي كنا بنحلم بيها أو بنتمناها بالرغم من أنه يعني الفريق بذل كل ما في وسعه في المونديال، مونديال كرة القدم، ولكن على الجانب الآخر دورة ألعاب البحر المتوسط مصر حققت فيها إنجازات رياضية هايلة وجيدة جدا. مصر بتحصد ميداليات وبتحقق إنجازات كبيرة جدا في دورة ألعاب البحر المتوسط. هنتكلم عن الميداليات والإنجازات اللي مصر حققت، ومين أبناء مصر برضو اللي حصدوا هذه الجوائز وهذه الميداليات والمراكز الأولى في دورة ألعاب البحر المتوسط. ممكن البطلة فريدة عثمان صحيح، السباحة المصرية العالمية، حققت إنجاز كبير. ميداليتين، واحدة ذهبية واحدة فضية، 100 متر فراشة و50 متر حر. إحنا الحمد لله يعني أبناء الشعب المصري في كل أنحاء العالم وفي كل أنواع الرياضات المختلفة بيحققوا إنجازات الحمد لله، وإنه مصر ما بيخلص منها الابطال فعلا، ودايما بترفع الاثقال. كمان احمد سعد حقق ثلاث ميداليات. برافو عليكي انت شكلك يعني برافو، انت مهتمه بالموضوع ده على الرغم من ان المونديال مش عايزين طاغي على كل حاجه. لا ما شاء الله، ان شاء الله بالتوفيق للفريق المصري النهارده والابناء مصر في مختلف الرياضات والبطولات العالميه. هنتعرف كمان النهارده على اهم الاخبار الرياضيه والاخبار الاقتصاديه، وهنتعرف على احوال الطقس، لكن كل ده بعد الفاصل. كونوا معانا. صباح الخير، صباح جديد على كل مشاهدينا في فقرتنا الرياضيه الثابته. زي ما اتكلمنا مع حضراتكم بنتكلم من اكل كل مره، ان احنا يعني بنشتغل على العضلات، ولكن جنبها هناخد اصابات مختلفه ما كناش اشتغلنا عليها وما كناش تطرقنا ليها، من منطقه الركبه واصابات من منطقه الركبه، ودي هتمثل يعني عدد كبير جدا 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 من المصريين، سواء كبار السن سواء الناس الرياضيين اللي كانوا بيجروا لفترات طويله جدا على الاسفلت، الناس اللي اتصابت في ركبتها. اتكلمنا عن الخشونه، هنتكلم دلوقتي بقى عن غضروف الركبه اللي في ناس كتير من تحديدا كره القدم وايضا كبار السن بيتصابوا فيها. مع دكتور محمود مجدي، صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا كابتن. غضروف الركبه تمام، بيجي من ايه ولا ملوش سبب، ونقدر نعالجه ازاي؟ واعتقد ده بيتعالج مختلف شويه عن الخشونه. بالظبط. طيب الاول احنا لازم نفهم ايه فايده غضاريف الركبه. طيب غضاريف الركبه ديت اولا ربنا خلقها لنا شكلها واحده نص دايره والثانيه شبه الهلال جوه الركبه. دورهم ان رقم واحد بيمتص الصدمات، رقم اثنين بيقللوا الاحتكاك اللي بين العظم. هو غضروف الركبه مختلف عن غضروف الظهر؟ بالظبط كتير. طيب زي ما قلنا ان هو ليه فوائد كتير، زي ما وضحت ان هو رقم واحد بيقلل الاحتكاك، رقم اثنين بيمتص الصدمات، رقم ثلاثه بيساعد على زياده تزييت المفصل جوه المفصل اللي هي الماده الزلاليه اللي جوه المفصل. ده طيب بينتج الماده دي طبيعي؟ لا مش هو اللي بينتجها، هو بيساعد على زيادتها جوه المفصل، لكن اللي بينتجها حاجه اسمها بيرسا، وهي عباره عن كيس زلالي او اكياس زلاليه جوه الركبه، هي اللي بتطلع السينوفيا فلويد او الماده الزلاليه ديت. طيب الغضاريف ديت المفروض ربنا خلقها لنا ان هي ليها حركه. لما الانسان بيجي يقعد على كرسي المفروض ان الغضاريف ديت بتخش لجوه، يعني بيبقى كل جسمك عامل زاويه قايمه على العظمه. يعني تخيل عظمه الفخذ فوق وعظمه القصبه تحت، فوانا قاعد العظمه اللي فوق بتتني، فبيبقى كل الحمل على جزء بس من العظمه بتاعت القصب، فبالتالي الغضاريف ديت لو ثابته في مكانها مع الوقت الاطراف بتاعتها يحصل لها تاكل. فربنا لما خلقنا خلى الغضاريف دي تخش لجوه عشان خاطر تمتص قوه العظم وانت بتتني، عشان خاطر الضغط اللي عليها يبقى
يعني ما يبقاش مؤثر فيها جدا. طيب فلازم نوضح ان الغضاريف ديت لها حركه، لما الانسان بيقوم يقف الغضاريف دي بتخرج لبره عشان تملى المساحه اللي بين العظمتين، بين عظمه القصبه وعظمه الفخذ. طيب الغضاريف لها اصابات كثير، منها تاكل، منها قطع الغضروف. طبعا القطع نفسه في انواع كتير قوي، يعني في بوكيت هاندل، في بارشر تير، في مينيمال تير. ولازم نفهم ان الغضروف نفسه بيتكون من ثلاث طبقات، طبقه فيها دمويه ودي طبقه بسيطه جدا، وطبقه الدمويه بتاعتها متوسطه، وطبقه ما فيهاش دمويه خالص، فلما بيتقطع ما ينفعش يلتئم، فعشان كده الدكتور بيخش يستأصله في العمليه. لكن في اصابات نقدر نعالجها من خلال العلاج الطبيعي او الميزوثيرابي؟ طبعا 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 طبعا. بعد الفاصل مع الدكتور محمود مجدي. ورجعنا لكم مره ثانيه بعد الفاصل عشان نتكلم عن اهم التمارين الخاصه بالركبه بعد عمليه الغضروف. طيب بعد العمليه بيبقى فيه شويه ورم في الركبه، فاحنا عايزين نعرف ازاي نقدر نشيل الورم دوت من ركبتنا في البيت بسهوله. طيب رقم واحد، بحط برضو فوطه تحت ركبتي وادوس عليها وعد 10 ثواني واكررها 3 مرات، ده اول تمرين. التمرين الثاني بشد الاماميه جامد واطلع وانزل واكرر 10 مرات في 3 مجاميع. التمرين الثالث برضو بشد رجليا واعمل دواير لبره ودواير لجوه 10 في 3. طيب التمارين دي كلها مهمه ليه؟ عشان خاطر بتقدر ان هي تتحكم في الورم وتقدر ان هي تشيل الورم بسهوله في البيت. ولازم برضو نوصي ان الناس لما تيجي تعمل اي تمرين تعملها لغايه حدود الالم، وبعد ما نخلص اي تمرين لازم نعمل كمادات ثلج 10 دقائق عشان نقلل الالتهاب اللي حصل من التمرين دوت اثناء ما انا بعمله، عشان خاطر ركبتي ما يحصلش فيها مشاكل وتورم اكتر. ان شاء الله اشوفكم في الحلقه الجايه ونتكلم عن تمرين ثانيه برضو مهمه خاصه بالركبه. مرحبا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذا الصباح، وهنبتدي معاكم جولتنا الاخباريه بالتعرف على اخر الاخبار المتعلقه بحاله الجو والطقس. ومعانا دكتوره ايمان شاكر خبيره الارصاد الجويه. اهلا بيك دكتوره ايمان. اهلا بحضرتك. صباح الخير دكتوره ايمان. صباح الخير عليكم. عايزين نتعرف على حاله الجو ونسبه الرطوبه في الجو اليومين الجايين دول ايه؟ طبعا حاله الجو الحمد لله مستقره على مدار هذه الايام، فدرجات الحراره حول المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام. درجات الحراره بتاع القاهره بتصل ل 35 درجه، لكن ارتفاع نسبه الرطوبه هو اللي بيشعرنا بان درجات الحراره اعلى من كده بكثير، وخاصه طبعا في الفتره ما بين وقت الظهر الى وقت العصر. هيستمر معانا هذا الطقس ان شاء الله اليوم وغدا الثلاثاء، لكن يوم الاربعاء هيكون في ارتفاع في درجات الحراره وهتكون اعلى من المعدل بحوالي من 3 إلى 4 درجات مئويه. طيب وبالنسبه لنسب الرطوبه دكتوره ايمان هتكون كام تقريبا؟ هو طبعا نسبه الرطوبه بتكون مرتفعه اكثر في ساعات الليل والساعات الاولى من الصباح الباكر، فبتصل من 75% ل 80%، وده طبعا اللي بيؤدي لتكون طبوره خفيفه في الصباح الباكر. طبعا اثناء النهار ومع زياده درجات الحراره بتنخفض الرطوبه وبتصل من 25% الى 30%، ده اللي هو متسجل مع درجه الحراره العظمى. درجات الحراره المتوقعه ايه دكتوره ايمان في الايام اللي جايه ان شاء الله؟ بالنسبه للقاهره هتكون 25 درجه، السواحل الشماليه اسكندريه مطروح 29 درجه، مدن شمال الصعيد المنيا الفيوم اسيوط من 35 ل 36، والجنوب صعيد قنا والاقصر واسوان وخليج 30 من 39 ل 40 درجه، ومستمر معانا ذلك غدا الثلاثاء، لكن الحراره يوم الاربعاء هيكون في ارتفاع بثلاث او لاربع درجات مئويه. طب نتعرف من حضرتك برضو على حركه الملاحه البحريه ونشاط البحرين. البحر المتوسط معتدل تماما، البحر الاحمر معتدل الى مضطرب، وارتفاع الموج بيصل عليه الى 2.5 متر. بنشكرك جدا. شكرا دكتوره ايمان شاكر خبيره الارصاد الجويه. نبتدي معاكم مشاهدينا مجموعة من الأخبار المتنوعة، وهنبتدي بتصريحات وزير النقل هشام عرفات اللي أكد فيها أن التعاون مع هيئة قناة السويس هيسهم في رفع حجم البضائع المنقولة عبر نهر النيل من 4.2 مليون طن سنويا في الفترة الحالية لأكثر من 20 مليون طن سنويا. جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للنقل النهري والهيئة الاقتصادية لقناة السويس لتهيئة البنية التحتية للمجرى الملاحي النهري. نتابع هذا التقرير معكم.
تطوير لمنظومة النقل النهري في كافة المسارات الملاحية، والعمل أيضا على خلق وفتح مسارات ملاحية جديدة لنقل البضائع والأفراد. وقعت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للنقل النهري وهيئة قناة السويس بروتوكول تعاون مشترك لتكريك مجرى نهر النيل وتطهير المجرى الملاحي ليصبح جاهزا لاستقبال الملاحة النهرية. النهاردة أنت بتدعم البحروقات، يبقى أنت أكنك بتدعم الأسفلت، يبقى أنت بتدعم النقل البري. النهارده رفعت الدعم شويه عن المحروقات، يبقى انت بتشغل نقل متعدد الوسائط. ليه؟ السبب بسيط جدا، ان النقل النهري النهارده البارج بتاعت النقل النهري يقدر ينقل 30 عربيه نقل. علشان توفر يعني المصاريف اللي انت بتصرفها في النقل البري من محروقات ومن وسائل نقل وبتاع، النقل النهري هيكون اسهل واسرع، وفي نفس الوقت لا في اشارات مرور ولا في منحنيات ولا في اي حاجه، فبالتالي هيبقى اسرع كتير جدا، وهيوفر وقود كثير جدا، وهيسهل وصول البضائع الى اماكنها. ياتي هذا البروتوكول في اطار مخطط الدوله الى تطوير الملاحه النهريه وربطها بحركه التجاره الخارجيه من خلال الاستعانه بهيئه قناه السويس. هيئه قناه السويس طبعا بتمتلك من الامكانيات، سواء الامكانيات الماديه او الامكانيات البشريه اللي هتفيد الهيئه في اعمال التكريك، لان بتمتلك طبعا شركه عملاقه في اعمال التكريك، هتساعدنا ان احنا نعمل على ازاله العوائق في المسارات الملاحيه اللي عندي، سواء المسار الملاحي من القاهره لاسوان، او سواء المسار الملاحي من القاهره لدمياط، او المسار الملاحي من القاهره لاسكندريه. هذا واكد المسؤولون من وزاره النقل وهيئه قناه السويس على تاريخ التعاون المشترك بين النقل النهري وهيئه قناه السويس. تعاون هيئة قناة السويس مع وزارة النقل في تكريك وتطهير المجرى النهري لتجنب حدوث أي معوقات لحركة الملاحة النهرية في ظل توجهات الدولة لتفعيل النقل متعدد الوسائط بما يسهم في دفع عجلة التنمية. أحمد سعد الدين، النيل. أعمال الدورة 22 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة بتتواصل أعمالها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة برئاسة زايد بن راشد وزير السياحة في مملكة البحرين. طبعا دي فرصة لالتقاء وزراء السياحة من كل أنحاء الوطن العربي للتبادل والتباحث والتأكيد على التعاون المشترك ما بين الدول العربية في مجال السياحة. وزير السياحة البحريني قال إن السياحة العالمية حققت بالفعل نمو كبير على المستوى العالمي خلال العقدين الماضيين. نتابع تفاصيل أكثر مشاهدينا في سياق تقريرنا التالي. انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة 22 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة برئاسة زايد بن راشد الزياني وزير السياحة بدولة البحرين. السياحة بالنسبة لنا يعد قطاع واعد وقطاع نامي في اقتصاديات الدول العربية، وهي أولوية كبيرة في حكومات العربية الآن التركيز على السياحة لجعل لها حيز أكبر في الناتج المحلي، فهذا التركيز ينعكس طبعا إيجابيا على نشر ثقافة وتاريخ البلد، ينعكس إيجابيا على الاستثمار في القطاع السياحي في خلق المزيد من العمالة والوظائف، حيث أن قطاع السياحة هو قطاع يستوعب عدد كبير من الأيدي العاملة. الاجتماع ناقش مجموعة من المحاور من بينها الترتيب لعقد اجتماع مشترك لوزراء السياحة ووزراء الثقافة في الدول العربية بهدف بناء شراكات فاعلة بين الدول العربية. المحاور أخرى، تم وضع معايير لجائزة أحسن أو أفضل إعلام سياحي عربي، وتم الاقرار بهذه الجائزة، وإن شاء الله هتكون في طور التنفيذ إن شاء الله من بداية من العام المقبل بإذن الله. وأيضا تم وضع معايير لأفضل عمل أو أداء لوكالات السياحة والسفر العربية. نضع استراتيجية حتى تقر في مجلس وزراء السياحة العرب. من هذه الاستراتيجية هو السياحة المستدامة وكيفية إدامتها وكيفية النهوض بهذا الواقع، لأنه جزء أساس في تنمية الاقتصاد البلد. هذا ومن المقرر أن تصدر توصيات عن المكتب التنفيذي بشأن تلك الموضوعات، ومن ثم يتم رفعها إلى المجلس
المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته القادمة للنظر في إقرارها. في ضوء التحديات التي تواجه عددا من الدول العربية، تأتي أهمية التنسيق العربي المشترك لدعم السياحة العربية، هذا القطاع الحيوي الذي تعول عليه الكثير من الدول في خططها كمحفز اقتصادي واجتماعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. من داخل جامعة الدول العربية، أمل صبري، النيل. الدكتور خالد العناني وزير الأثار قرر فتح جميع المتاحف والمواقع الأثرية في مصر يوم السبت القادم إن شاء الله، يوم السبت 30 يونيو، بالمجان لاستقبال جميع الزوار من المصريين والعرب والأجانب المقيمين، وده طبعا ضمن احتفالات مصر بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة. وزارة الأثار قالت أن المتاحف والمواقع الأثرية بجميع أنحاء الجمهورية ستوفر خدمة الشرح المجاني لزائريها. النهاردة طبعا إن شاء الله بتستقبل مدينة فولغوغراد الروسية المعروفة سابقا بستالينغراد مباراة المنتخب الوطني زي ما قلنا، المنتخب المصري مع منتخب السعودية، وبتقع المدينة بجنوب شرق الجزء الأوروبي من روسيا. تستحوذ تلك المدينة على أهمية كبرى لدى الروس، إذ شهدت معركة ستالينغراد الشهيرة في الحرب العالمية الثانية، وتتميز تلك المدينة بوجود شارع باسم مدينة بورسعيد بجوار استاد فولغوغراد المستضيف لمباراة مصر والسعودية. تعود تسمية الشارع باسم بورسعيد باعتبار مدينة بورسعيد المصرية رمزا للصمود أمام العدوان الثلاثي، حيث قررت الحكومة السوفيتية عام 62 تسمية شارع بالمدينة باسم شارع بورسعيد. وبشبه الروس مدينة فولغوغراد الروسية بمدينة بورسعيد المصرية نظرا لتصدي كلا المدينتين لعدوانيين أجنبيين، حيث تصدت مدينة بورسعيد للعدوان الثلاثي اللي شنته انجلترا وفرنسا وإسرائيل عام 56، كذلك تصدت مدينة فولغوغراد الروسية للعدوان النازي الألماني في معركة ستالينغراد عام 42. بتميز هذا الشارع بوجود الكثير من الأثار المعمارية القديمة والمعالم الحضارية المتميزة، كما يضم عدد من المتنزهات اللي يمكن التجول فيها. في الوقت طبعا اللي كانت فيه الموسيقى بمختلف أنواعها هي أداة للارتقاء بالروح ولغة بيفهمها الجميع بما تحمله من معاني بتسمو بالنفس والروح، طفت على السطح الآن قضية الموسيقى المختلفة أو الغريبة اللي بيسمعها الشباب حاليا أو قضية التدهور الموسيقي، وده كان أهم موضوع وقضية بتناقشها مختلف مراكز الثقافة والفن. في هذا الإطار نظم المركز الثقافي الروسي ندوة تحت عنوان ماذا يسمع الشباب المصري، وذلك لتسليط الضوء على التغيرات اللي طرأت على الموسيقى وسبل معالجة الفجوة اللي تسعد بين الجيلين. نتابع هذا التقرير. في الوقت الذي كانت فيه الموسيقى هي أداة للارتقاء بالذوق العام ولغة يفهمها الجميع بما تحمله من معاني تسمو بالنفس والروح، طفت على السطح مؤخرا قضية التدهور الموسيقي لتفرض نفسها على مراكز الثقافة والفن. المركز الثقافي الروسي في مصر طرح المشكلة في ندوة تثقيفية حضرها نقاد وموسيقيون وشباب. يقدمون جهد أكاديمي متميز جداً بيلقي الضوء على ظاهرة في منتهى الأهمية بنعيشها كمجتمع مصري النهاردة، متعلق بالانحدار الواضح في الذوق العام، الأغاني الهابطة اللي بتغزو مجتمعنا للأسف، واللي ما كانتش فقط بدون لحن وبدون طعم وبدون لون، ده أصبحت كمان بتضم ألفاظ خارجة جدا جدا وبتخدش الحياة العام، وأصبحت بتهدد فعلا الذوق العام للشباب المصري. المشاركون طالبوا بتفعيل دور المؤسسات الثقافية وتجديد الرقابة على كل ما يفسد الذوق العام. وده يمكن سبب من الأسباب، يعني هيقول لك الدنيا مفتوحة دلوقتي والسماء مفتوحة والناس بتشوف كل حاجة وبتسمع كل حاجة، كلام جميل، لكن أنا كدولة أو ككيان ثقافي أو كيان فني لازم أقدم الشيء الكويس. يعني زمان كان في جهة واحدة بس وهي الإذاعة، مختارات الإذاعة ومطلوب المستمعون وإلى آخره، فكنا لازم بنسمع أم كلثوم ولازم نسمع بحريم ولازم بنسمع إلى آخره، فإحنا لازم يكون في تركيبة معينة
من خلالها نقدر ندي للشباب منتج يقدر يتنافس مع الحاجات اللي احنا بنقول احنا مش حابينها. ومهما اختلفت الأجيال فهناك شباب ما زال يستمتع بالموسيقى المصرية المدروسة. أنا بسمع كلاسيك عشان أنا بدرس مزيكا، وأحيانا بسمع أم كلثوم والناس القديمة دي، وأحيانا بسمع الجديد، وما الباقي رايحة فرح بسمع المهرجانات. يعني بسمع كل حاجة تقريبا، بس أنا مفضلش المهرجانات خالص. احنا محتاجين ان احنا نغير المنتاليتي كلها، محتاجين ان احنا نسمع الشباب مزيكا اكتر، محتاجين نهتم بالاوبرا، محتاجين نهتم بالكلاسيك اكتر، لانه هيزود الوعي وهيزود الحس الفني عند الشباب، فهنبقى احنا هنوصل لمرحلة ان احنا مش محتاجين نسمع مهرجانات. وعلى الرغم من انتشار بعض انواع الموسيقى الشاذة، لكن الموسيقى الحقيقية بألحانها وكلماتها لا تزال مهيمنة على قلوب المستمعين، فكما استطاعت ان تبقى على مدار عقود مضت قادرة ان تظل لعقود قادمة. محمد الخطيب، النيل. خلونا نتعرف على فنانة مصرية هي مي ندى، تمكنت بعد 6 سنوات من العمل الدؤوب من امتلاك أدواتها واحتراف شكل دقيق من أشكال النحت، فهي بتنحت الخشب بالحرق. مي قدمت مجموعة متميزة جدا من اللوحات لشخصيات وصور للطبيعة والحيوانات عن طريق قلم الحرق على الخشب. اللوحة الواحدة ممكن تستغرق علشان تكتمل يعني 5 أو 6 شهور، ولكن بالرغم من ذلك مي قدمت زي ما قلنا مجموعة كبيرة من هذه اللوحات المتميزة، وكانت طبعا بترسمها على مدار يعني فترات طويلة. نتابع. لا تحتاج مي إلى لوحة ألوان واسعة لإبداع أعمالها الفنية ومخططات رسومها الملفتة، فهي تستطيع أن تبدع صورا لأشخاص وصورا للطبيعة والحيوانات بقلم الحرق على الخشب. قلم الحرق هذا يعمل بالكهرباء، يحرق سطح اللوحة الخشبية محدثا ظلالا بنية مختلفة بسيطرة تامة من أنامل مي. ومي شغوفة بالفن منذ نعومة أظفارها، إذ قضت سنوات في طفولتها ترسم على مواد متنوعة، وأثر شغفها بالفن على اختيارها للدراسة، لكنها لم تكتشف الرسم عن طريق حرق الخشب إلا بعد تخرجها. هو في اختلاف بين حرق الخشب وبين الزيت، اختلاف جوهري. في لوحة الزيت مثلا أنت بتبدأها كاملة بس مش بمعالم محددة، وتبدأ تقرب بالتفاصيل حبة حبة، فاللوحة تتدرج كلها من مش مترتبة قوي تترتب بالوقت. في حرق الخشب لا، أنت بتخلص من جزء جزء بكامل تفاصيله، لان هي ما فيهاش حته المسح. يعني دي من احدى صعوباتها، ان الغلطه اللي بتحصل ما بتتمسحش. ورسم اللوحه الواحده لشخص قد تستغرق 5 أشهر من مي لتكتمل، اذ يجب ان توضع كل نقطه دقيقه على لوحه الخشب بعنايه. ان التعبير ممكن يبقى اعلى عن طريق الاستغناء عن اللون، مش اللي متعرف عليه ان اللون بيعلي التعبير، لا، انت ممكن تعلي في التونات، تستخدم الظل والنور في ان انت تعلي التعبير بالمونوكروم او باللون الواحد. والان وبعد ما يزيد على 6 سنوات على ممارستها لهذا النوع من الفن، ترى مي ان هذه التقنية يجب ان يتعلمها الطلاب في مدارس الفنون رغم صعوبة ممارسة تلك التقنية. خلونا نتعرف على آخر ما توصل للعلم والعلماء في عالم التكنولوجيا والتقنيات الإلكترونية. الباحثون في جامعة ميتشيغان طوروا الأشهر طويلة أصغر كمبيوتر في العالم، بيبلغ طوله 0.3 ميلي جرام فقط، وعمل الباحثون على هذا الجهاز اللي بيحمل اسم مايكرو ديفايس ويأتي في حجم حبوب الأرز. تم تصميم الجهاز الجديد مشاهدينا باستخدام جهاز استشعار دقيق بيقوم بتحويل درجات الحرارة إلى فواصل زمنية محددة باستخدام نبضات إلكترونية، وبيأمل الباحثون أن يتم استخدام الجهاز لتعزيز الجهود المبذولة في علاج الأورام وتقييم علاجات السرطان. احنا عارفين طبعا حيوان الباندا من الحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض. نجح مركز أبحاث الباندا في الصين في زيادة عدد فصيلة الباندا العملاقة اللي بتسمى كلينينج، حيث ارتفع عددها ليصل لحوالي 345، وده بعد اكتشاف هذه الفصيلة قبل 60 عام، حيث اكتشفت أول مرة عام 58، ولفت الانتباه لدراستها عام 2005.
زي ما قالت شروت، بالفعل حيوان الباندا من الحيوانات المعرضة للانقراض، وتحديدا هذه الفصيلة هي الأكثر عرضة للانقراض لأن هي نادرة وأعدادها ضئيلة وبتمثل نحو 18.5% من أعداد حيوان الباندا العملاق. هذه الفصيلة بتتميز بأنه رأسها أكثر استدارة وأقل في الحجم عن فصيلة باندا سيرشوان، وهي أقل أيضا في الفراء الذي بيميل لونه إلى اللون البني، ولا يوجد تفسير لهذا اللون البني حتى الآن، ولكن الأبحاث بتدرس العوامل الوراثية اللي أدت إلى هذا اللون البني. طبعا نظرا للتلوث اللي بنتعرض ليه في الجو، إن كان للأكل أو المية أو في الشرب أو الهواء اللي بنتنفسه، طبعا لازم الجسم بيحتاج مضادات أكسدة. بيعتبر الجزر من الخضروات اللي بتحتوي على عناصر غذائية هامة زي مضادات الأكسدة والمعادن. في هذا الإطار ذكر موقع أورجانيك فاكتس العديد من الفوائد الصحية للجزر. الجزر بيساعد على انخفاض مستويات الكوليسترول في الدم، وهو أيضا بيساعد على الحفاظ على صحة القلب والحد من التعرض للأزمات القلبية، وكذلك هو من أهم المصادر الغنية بالبوتاسيوم اللي بيعمل على توسيع الأوعية الدموية وبيزيد من تدفق الدم والدورة الدموية وبيقلل من ارتفاع ضغط الدم مما يقي من تصلب الشرايين والسكتات الدماغية والنوبات القلبية. كذلك بيحتوي الجزر على نسبة عالية من فيتامين سي اللي بيعمل على تحفيز نشاط خلايا الدم البيضاء وبيقوي الجهاز المناعي، وأيضا بنسبة عالية من الألياف الغذائية اللي بتعمل على تحسين عملية الهضم، وكذلك تحسين البصر لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين A اللي بيساعد في الوقاية من العمى الليلي اللي بيظهر عند التقدم في السن.